عندك تأخير 4 دقايق. أنا في العادي مواعيدي مواعيد محكمة، يعني تظبطي عليها الساعة. بس أعمل إيه بقى، أنا دلوقتي رجل مصاب، معلش أعذريني. هعديها لك المرة دي. ما قلتليش بقى، هو وصلتوا لحاجة؟ تقريبا وصلنا للقاتل. وصلتوا للقاتل إزاي يعني؟ ظهر شاهد جديد في القضية ودلنا على دليل. ومين؟ قال لكم مين يعني؟ لسه عمرو بيعمل عليه شوية تحريات. يا عمرو، إيه الأخبار؟ وصلتوا لحاجة؟ احنا تقريبا وصلنا له. اعرض صورته على عيد ولو اتعرف عليها اروح اجيبه. طلع مين بقى؟ اعرض صورته على الشاهد واتاكد وبعد كده هقول لك. تمام، يلا انا جاي لك حالا. مع السلامه. قال لك حاجه؟ قال لك مين؟ قال لي هيعرض صورته على الشاهد ويتاكد ويقول لي. يلا تعالي معايا نروح للمكتب. لا معلش انا مش هعرف اعمل كده، انا لازم امشي، عندي مشوار، هبقى اكلمك بعدين. نيكول، شوف نيكول، يلا شبك شبك، شوفي شوفي، لازم نبعد عادل من هنا. يلا فهميني، شوفي يلا، البوليس زمانه على وصول. مريم جوه؟ اتفضلي. يحيى، انا كنت هقول لك على كل حاجه، بلاش تقبضوا عليه، عادل تعبان قوي مش هيقدر يستحمل اي حاجه. في يا مريم؟ خبي عليها حاجة؟ عيد المجني عليه، هو بس كان عايز يدافع عن نفسه بس كده. دافع عن نفسه؟ مش فاهم حاجة. وانتوا مش جايين تقبضوا على عادل؟ نقبض على عادل؟ لا يا مريم، القاتل طلع القرار بالقبض عليه مش عادل. امال مين؟ انت عارفة كويس قوي ان انا ما بثقش في اي حد، ومع ذلك وثقت فيكي. وانت بنت هارون الملكي، وانت عارفه كويس قوي هارون الملكي بالنسبه لي ايه. وانا مقدره ده جدا. لا يا مريم، انت ما قدرتيش ده. انت كنت عارفه مين هو القاتل وخبيتي عليا. طب مريم، انا هطلع لفوق الثمن على عادل، اوكي؟ هتصارحيني ولا امشي؟ هتساعدني؟ هساعدك بس في الصح، وانا هحكي لك على كل حاجه، بس ما تندمنيش ان انا حكيت لك. عمرو، انا بعت لك لوكيشن، تعالى لي ضروري، انا وصلت للقاتل. ليه عملت كده يا ليه؟ عملت لك المفروض تتعمل يا ماري، بعت لعمرو عشان يجي يقبض عليه. ايوه بس انت لسه قايل لي ان في حد تاني متهم في القضيه، وفي نفس الوقت قدامي حد معترف بجريمته. بس انت وعدتني ان انت هتساعدني. اساعدك في ان اتستر على المجرم؟ مجرم اللي قتل نور واللي صاحب عمري مرمي في السجن ظلم بسببه؟ وكلت له محامين كتير وهيطلعوهم بره القضيه، هتشوف. وهو ده العدل بالنسبه لك؟ ان هم يطلعوا بره والقاتل يبقى حر؟ عادل كمان مجني عليه، بص له بعين الرحمه ارجوك. رحمه ايه مع واحد قاتل؟ بصراحة يا مريم أنا عمري ما تخيلتك كده. أنت مش فاهم حاجة، عادل تعبان، عادل مش متزن، مريض نفسي. حتى لو هو اللي قتل، أنا متأكدة إن هو ما كانش في وعيه، عشان أنا عارفاه كويس.